الوغ شفط الدهون هي طريقة اللي نحيو بها الدهون بين الموسكل والجلد ولا بين الجلد والموسكل ندخلو عن طريق لي كانول دونك من فتحة تاع خمسة مليمتر برك ستة مليمتر ماكسيموم وندخلو نعاودو نجبدو قاع الدهون هادوك ومع الوقت مع الوقت في تلت أشهر ست أشهر لابو تعاود دونك الجلد يعاود يتقلص ويحكم روحو خير دونك سافو دير كو آه يزيد تزيد النتيجة تحسن في تلت اشهر ست اشهر 9 أشهر،, اشهر توزيع الدهنيات في الجسم الانسان ما بعد سن المراهقة يكون آه ثابت في عند نفس الشخص يعني, يعني نفس الشخص يكون عنده توزيعات في الدهون يكون باغ اكزومبل في الباطن ولا في لاكيلو دو ولا في الاخر ولكن يكون مختلف من شخص لاخر آه وهذا التوزيع يجي ما بعد سن المراهقه دونك آه نقدروا نديروا آه شفط الدهون ما بعد سن المراهقه نقدروا نديروا بيان سور ما نديروش عند الاطفال الصغار ولكن ما ابارتي دو 18 ولا نقدروا نديروا شفط الدهون هي لي ديستيني ا او اون بوبولاسيون بريسيس دير لازم يكون يكون الوزن ماشي كبير بزاف ما تقدرش ديرها 140 كيلو 150 كيلو لازم يكون الوزن شويه زايد معليش ولا يكون نورمال افيك اف مناطق فيها الدهون اللي متراكمه تماك وما تروحش ما تروحش ما تخليش تروح

نزع الدهون السطحيه اللي جايه بين الجلد والعضله دونك ما كان حتى مشكل للانجاب ولا باسكو نحيو غير الدهون السطحيه